هذه الأجواء التي عشناها لفترة من الزمن في كأس العالم. خليني أتكلم بشكل بسيط جدا عن أهم المواقع اللي تستهويني، وقد تستهوي الكثير من الناس الزائرين إلى الدوحة. خليني أقول إن سوق واقف، اعتاد الجميع أن لا يذهب أحد إلى قطر إلا وأن تحط رحاله في سوق واقف. سوق واقف وبجواره مشيرة، طبعا متجاورين وكلا له طعمه الخاص، لكن لما تعدد الأماكن تقول كتارة، الله على أجواء كتارة، أجواء ثقافية، أجواء يعني منعشة. وتروح إلى ميناء الدوحة القديم، الله على تلك الألوان، ولا أحلى وقت لما توصل ذاك المكان قبل المغرب، يعني تروح من الساعة 4، 4:30، الله على تلك الأجواء. ونفس الشيء كتارة، نفس الوقت هو أجمل وقت قبل العصر، ما تروح العصر، قبل العصر، وتعيش الفترة للأجواء بشكلها الجميل جدا. تطلع من الميناء القديم وتروح إلى اللؤلؤة، واللؤلؤة هناك تعمل رحلة استرخاء للأكل والتمشية وفنجان قهوة وكنافة وياها، لازم الكنافة، وبعدها تكمل جلستك وسهرتك في ذلك المكان حتى ينتهي ذلك اليوم.